عدنان آغا، ممكن أحكي معك كلمة؟ خير شو في؟ زمرد خانم رجعت ورح تحكي كل شي هلأ للورين خانم، شو بدنا نعمل؟ ما كان ناقصني غير هالمرة هلأ. مرت عمي، الحمد لله على سلامتك. كيف صار علي؟ إن شاء الله أحسن. مشغول بالي، حاولت كتير ساعده بس ما قدرت. حاجة تكذب علي يا عدنان، علي بحياته ما كان بهمك، كل شي عملته كان كرمال ملك. بس أنا ما عاد أسكت، رح أحكي كل شي لستك لورين، وأغويتك والفشخرة تبعك رح ينتهوا قريبا. لا تكوني ناكرة للجميل، أنا كل شي عملته كرمال مصلحة ابنك، بس مشان يتعالج حبسته هنيك مرت عمي، وسكت عليه وكنت بعرف إنه قاتل، حميته من فوت الحبس. بس إذا حابة إنك تحكي أنا كمان رح بحكي، وإذا أنا رحت فيها فالكل رح يعرف إنه ابنك قاتل. الحمد لله على السلامة. إمتى وصلتي؟ كنت رح أتصل فيكي هلأ. طلع على أورفة معلم، ما هيك؟ ايه على أورفة. في محل معك لثلاث أشخاص، منكون ممنونينك معلم. شوفي، ليش هيك عم تطلعي فيني؟ علي منيح مو هيك بنتي؟ علي منيح، حطيته بالمستشفى وعم يتعالج هنيك. الله يشفيه ويرجع لك سالم ومعافى بسرعة، وبعد كم شهر بيحمل ابنه بين ايديه ان شاء الله. ان شاء الله رح يصير احسن، علي قوي وبيتحمل، وكلها كم يوم وبتلاقيه رجع على البيت وصار بيناتنا، لانه كلياتنا ناطرين رجعته بالسلامة، ما هيك؟ تفضلي، بشو بخدمك؟ رح جيب بنت لعندكن هلأ، حامل بالشهر الرابع وأكتر. هيك صعبة الحالة، قديش عمرها للبنت؟ 14 أو 15 هيك شي. والله الوضع خطير ويمكن ما تتحمل. لو عمرها وحالتها مناسبين ما كنا تركنا المشفى وإجينا لعندك، على أساس بحياتك معاملتيها. بعد صعب يفضى الدكتور، جيبيها للبنت. صباح الخير. يلا يا عمري قومي نفطر أنا وإنتي. مو جاي عبالي، أنا أصلاً ما بفطر، بشرب قهوة الصبح. ولو بتاكلي كرمالي، يلا تعي. قلتلك مو جاي عبالي أفطر. طيب شفت اللي أحلى من هالوردات هدول؟ هلأ لما رح تشوفك حامل هالوردات ورايح لعندها رح تحس قديش أنت رومانسي، ورح تحبك ورح ترضى تتزوجك. لا 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 لا. هلأ أنا بدي ناولها هدول؟ إيه؟ وبعدين إلا أني بحبك؟ لكن كيف بدي أحكي معك؟ بخاف تأخذ الوردات وتلطني فيهم. لا تخاف يا ابن العم، أنا معك، بس أنت ساوي اللي رح قلك عليه. أنت بس ركز معي، عيد الكلام اللي رح قلك عليه. قلبي إله فترة عم يدق بسرعة. خير إن شاء الله، شو صاير معك؟ ولك أنت هيك رح تقلها هلأ، شبك؟ أنا أقول وراك. إيه؟ قلبي إله فترة عم يدق بسرعة. كتير فرحان وبيضلوا مبسوط. كتير فرحان وبيضل مبسوط. أنت بتعرفي شو هو السبب؟
شو السبب؟ لأني واحد أهبل وحمار كمان. ولك أنت اللي رح تقول لفاطمة ليش قلبك عم يدق؟ يعني أنا بعرف وهي ما بتعرف، مو هيك؟ حسبي الله. لك بما أنه أنت أهبل وما عندك خبرة كثير، أنا مجبور أني ضل جنبك. رح نبلش من الأول. قلبي له فترة عم بيدق. أهلين حبيبتي، فرحتيني لما اتصلتي. مشغول بالي كتير عليكي، كيف صرتي؟ ماني منيحة أبدا. شوفي، ليكون عدنان عمل شي مو منيح. بده يكتب كتاب رسمي بهاليومين. بس لو شو ما صار رح تضلي أمي، حتى لو قلتي لي إنه ما بدك يعني. إذا تعبتي أو لزمك أي شيء أنا موجودة بالعيادة، وإذا ما بدك أنا عاينك رح حولك على دكتورة تانية. هون شفت فاطمة عند هي الصخرة، كانت تاركة جوزها وهربانة وما بتعرف لوين بدها تروح، وفكرت تقتل حالها وتخلص من الولد اللي ببطنها. بابا؟ انت هون؟ شو اللي طلعك بكير؟ لأني مليت من البيت. بس انت تعبان. أنا منيح. لك شلون يعني منيح بابا؟ امبارح عملت حادث واليوم بالمحل. طيب كنت ارتاح وانا بدير بالي على الشغل. قلت لك انا منيح. قولي لي زهرة، انت متاكده انه ما حدا شافك وانت طالعه؟ طمني، ما حدا شافني وامي ما كانت بالبيت اصلا. ايه كثير منيح. إذا صرتي مرت عدنان بشكل رسمي، كيف رح تهربي أنت وزهرة؟ والله ما بعرف يا زينب، بدي حاول أعمل كل جهدي. أنت بس ادعي لي إنه تزبط. أنا بدي أفهم شو اللي خلى عدنان يطلق ليلى، يعني شو صار لحتى يعمل هيك هلأ؟ أكيد كرمال ما أهربوا من القصر، خلى ليلى توقع على الأوراق غصباً عنا وتقبل بالطلاق، وخلاها تكرهني بزيادة وما تطيق تشوفني أبدا، كأني أنا يلي قاتلة حالي على عدنان. قلبي محروق زينب، ما بعرف شو بدي أعمل. لو عزت كان هون كان ساعدني وما كنت تجوزت عدنان. هاي ملاك. وشه حلو كتير ما شاء الله. قلبه أحلى من وشه. أنت منيحة؟ والله مو كتير. Alevdim, yangındım, of, söndürdün beni. هون المحل، ناطرينك بالطابق الثاني. متأكدة إنه هون؟ شو عم أكذب عليكي؟ لا تنسي إنه اسمك سلمى ولا تخافي. يلا فوتي. أنتِ ما رح تفوتي معي؟ طبعاً لا، ما بدي أي حدا يحس إني إجيت معك أو إلي علاقة.
وأنا كرمال إني ساعدك جازفت هالمجازفة ووصلتك لباب العيادة. لما يخلصوا شغلهم رح إجي أخدك، اتفقنا؟ يلا. انتي سلمى ما هيك؟ تعي فوتي، تعي. استني هون شوي دورك. لا بقى تبكي بنتي، خلاص خلصنا. بس والله كتير عم بتوجع. هلأ بتتحسن. آغا، أنت شو عم تعملي هون؟ كنت بالسوق عم اتفتل وقلت لأمرق شوفك شوي، وإذا بيلزمك أي شي بساعدك كمان. لا، اجيتي على الفاضي. ولو ضبضب لك المحل بما أني اجيت يعني. اعطيني القوة، أنا كثير ملبك، ما بعرف شو ساوي. يا ربي فاطمة خانم؟ خير إن شاء الله. لمين أخذ هالوردات؟ حلوين ما هيك؟ مشان يصوتوا لك رجعت توزع ورد، مو هيك؟ الله يثبت علينا العقل والدين. لا مو هيك، الموضوع أكبر من هيك. أنا قلبي عم يدق، يعني من فترة قلبي عم بيدق بسرعة كثير، ما عم يهدأ أبداً، بضل بيدق. وليش عم تضيع وقت لكان؟ روح على الدكتور بسرعة. لا مو هيك، كيف بدي اشرح لك؟ يعني متوتر كتير بطريقة غريبة، بيدق دقاته مخربطة، بضل متعبني. كيف يعني بقى؟ لك خلاص حاجة تغشمي حالك. لك ليش هيك عم تحكي معي؟ شو قصتك اليوم رشيد أفندي؟ طيب انت بتعرفي ليش انا جايب هالوردات؟ شو السبب؟ طيب فكري شوي. لازم تعرفي لحالك. لك فاطمة كرمال الله، يعني ليش هيك مسمك مخك كتير؟ يلا فهمي بقى. لك انت يلي مخك سميك وما بتفهم. اسمعني منيح رشيد أفندي، إذا جايب لي ورد ومفكر إنك تشتري صوتي وانتخبك بتكون غلطان كتير. شيلها من خلقتي وروح من هون، أنا عندي شغل مو فاضي تلك. معي؟ حل عنا يا. لك يا فاطمة وقفي شوي بس. شو وين رايح يا أفندي؟ شلون الشباب؟ مناح. تفضلوا. شو قيمتكم أكبر؟ شو بخهم بشوية مي. الحكي معك ريحني كتير زينب، شكرا. شو رأيك تيجي معي على المشفى؟ منكفي حكينا هنيك وبتغيري جو كمان شوي. يا ريت، بس والله لازم ارجع على القصر، وانتي عندك مرضى ناطرينك. ان شاء الله منلتقي مرة تانية ومنحكي. تمام حبيبتي، لا تزعلي لأنه زهرة عم تعاملك هالفترة ببرود، مع الوقت أكيد رح تفهم انتي ليش هيك عملتي. ان شاء الله، كل اللي بديها انه هي بس تفهمني. خدي كم قصة معك لزهرة وانتي رايحة هلأ، تقروهن سوا وبتقضوا أكبر وقت أنتي وياها مع بعض، وأكيد رح تلين من ناحيتك. ماشي. يلا لشوف، إجا دورك. يلا. معكم استراحة ربع ساعة بس. ايه ماشي.
أنا مالي منيحة. نيرمين، نيرمين، نيرمين بنتي، يلا ساعدني، خلينا نقومها. يلا جهزي البنت. لا تخافي، بعدك ما رح تحسي بشي، رح نخلص بسرعة. زهرة؟ حدا منكم شاف زهرة؟ ليش ما لها بأوضتها؟ لا. أنا رح أمشي هلأ. تأمرني بشي يا آغا؟ يعني إذا بدك بضل. روحي. طيب معناها أنا بشوفك المساء. لا تخافي رح خدرك هلأ، ولما تفيقي إن شاء الله رح تكوني خلصتي من اللي ببطنك، اتفقنا؟ خالي فاطمة؟ خالي فاطمة؟ شفتي زهرة شي؟ لا، من الصبح أنا ما شفتها، ليش شو في ملاك؟ ما عم لاقيها. رستم، شفت الكنة الصغيرة؟ لا يا خانم، ما شفت اليوم أبداً. اتصل بعدنان وخبره فوراً، قل له زهرة ما لها هون. الله أعلم هلأ على أي جهنم راحت هالبنت هاي. نفس، ما عم بقدر اتنفس. لك عطيناها الدواء الغلط، الله يلعن هالحظ. رح تموت، لك لونها كيف صار؟ شو رح نعمل هلا؟ رح نتبادل اذا البنت ماتت، لازم نخلص منها باسرع وقت. بسببي أنا مشيت، كانت مقهورة مني كتير، بس هي ما حاولت تفهمني. نحن قلنا لك، ليش جيتي على هالبيت أساساً؟ حتى بنتك ما بدها اياك تكوني معها. يا ربي دخيلك.
عدنان؟ زهرة مو هون. لوين راحت يعني؟ مو لازم تقلك؟ ما أنتي إمها؟ والله ما بعرف. ملك، لا تكون لعبة منك. عدنان أكيد عم تمزح. زهرة كانت معصبة مني وطلعت وهي زعلانة، بس لوين ما بعرف. عن جد أنا رح جن. أخ يا زهرة. شو رح نعمل بالبنت؟ لوين رح نروح؟ ما بعرف، والله ما بعرف شو هالحظ اللي إلي أنا. وين أنا؟ بالمشفى. دختي وجبناكي على المشفى. بس نحن لازم نمشي. للأسف يا أنسة ما فيك تمشي. نحن لازم نخليكي عنا هون كم يوم، وإلا إيدك ممكن يصيبك وزاز. أخي عزات، أنا ما بقدر استنى. نحن هون بخطر أصلاً، بجوز يلاقونا. نرمين اسمعيني، ما رح يفيدنا تهورك. دخلتي على حق الألغام، قلتلك لا تلحقيني ولحقتيني. هالمرة رح تسمعي كلمتي. نحن هلأ قطعنا الخطر ورح تضلي هون لحتى ترتاحي. اصبري شوي، اسمعي كلمتي. كيف ضيعناهم لهدول الكلاب؟ اه لك كيف؟ وهلأ شو رح نعمل بابا؟ بابا رح تعصب من كلامي، بس بكفي خلينا نتركهم يصطفلوا منهم لحالهم بقى. لك انت شو عم تحكي؟ اه فؤاد آغا على السن ورمح، يهربوا منه ويضحك العالم عليه. اه اذا ما شفت جنازة نيرمين قدام عيوني انا ما رح اعرف طعم النوم بنوب. جهزوا حالكن، رح نسافر على أورفا. يلا يلا. لك ليش تأخروا؟ لا توقفي هيك، ساعديني يلا. شو يعني رح نتركها تموت هون؟ ليش عنا حل تاني اصلا؟ شو بدنا نعمل يعني؟ يلا يلا خلينا نمشي يلا قبل ما يشوفنا حدا.
لا ملك ولا بالقصر حدا عم بيرد علي. عزت، انت اصلا قلبك مانو مرتاح هون. روح يا ابني، انا بستنى مع نيرمين. في ناس كتير بيحبوك وناطرينك، امك، حبيبتك واخوك كمان، بس انا مالي حدا ناطرني بنوب. وبعدين خبرنا خالة لنيرمين ما بيطول كم ساعة وبيجي، وبس يجي خالة يستلمها رح إلحقك. أنا ليش هيك عملت بزهرة؟ بنتي فقدت كل ثقة فيني، أنا كنت أملها الوحيد وهالمرة خزلتها. خلصنا ملك، لا تبكي، بوعدك إنه نلاقيها اليوم، روقي بس. لوين بدها تكون راحت هالبنت هلأ؟ والله راح أجن منها. إن شاء الله ما يكون هالبنت صاير معها شي لا سمح الله. شو في يا خانم؟ صاير شي مو منيح؟ زهرة رجعت هربت من القصر، وعدنان وملك طلعوا يدوروا عليها. ما كان لازم نتركها تموت بهالطريقة. فهمنا، وهذا اللي صار. ممكن تسكتي؟ يلا انزلي وخليكي بالبيت هالكم يوم، وبس يهدى الوضع رح اتصل فيكي. لك يا اغا والله ما شفتها، معقوله اشوفها وما خبرك؟ يعني اصلا انا كنت بالبيت وما مريت لعنا. يا بنت، اختك اجت لهون اليوم؟ لا ما اجت ابدا. قولي الحقيقه. ولي رفيف حبيبتي، اذا بتعرفي وين راحت اختك قولي لي، وبوعدك ما حدا رح يضربك. مشغول بالي عليها، واكيد ما بدك اختك يصير معها شي مو منيح، مو هيك؟ عم قلكم ما شفتها اليوم. بابا أنا كمان بدي أدور معكم على أختي، والله إذا صار لها شي مو منيح أنا بموت. الله يخليك. تفضل. أمي، أمي وينك؟ ألو رفيف، شو في يا بنتي؟ عم يقولوا اختي ضاعت، وبابا هلا راح ليدور عليها. قيت لحالي بالبيت وكتير خايفه، ما بدي يصير لها شي لاختي زهرة. لا تخافي يا روحي، انتي رح بلاقوها اكيد. خلص انتي لا تبكي، هلا شوي وبترجع اختك. طيب يا قلبي، انا هلا جاي لعندك. قلبي مانو مرتاح ابدا. لا تستنى اخي، روح انت. خالي بعد كم ساعه رح يوصل لهون اكيد.
وما قصرت بنوب، بفضلك أنا وصلت لهون. لولاك أنت الله أعلم شو كان صار فيني هلأ. أنا وأنت تصافينا، أنت كمان أنقذتي لي حياتي. ولا نسيتي؟ أعطي هاي للبنت اللي بتحبها. شكرا لك. أنا متأكد إنه ملك رح تحبها كتير. ألو، أنا بدي خبر عن حادثة لو سمحت. أنا كنت بسيارتي، شفت بنت مغمى عليها على الطريق، المكان عند بساتيني الوادي. أخيراً أنا جاي يا ملك، جاي لأشوفك. لا تخافي يا روحي، أنا جنبك يا عمري. يعني وين بدها تكون راحت أختك؟ أكيد بعد شوي بلاقوها. وينك ولك رفيف؟ خير إن شاء الله فاطمة خانم، شو عم تعملي هون؟ حضرتك تارك البنت ونازل عم تدور بالشوارع مين ينتخبك؟ انت ما بتستحي على حالك؟ عيب عليك بقى. الله دخيلك، ما انا طلعت لدور على زهرة، شو المشكلة؟ سلامتك والله، بس البنت ميتة من الرعبة. كنت جيبها لعندي، بعدين روح لوين ما بدك. تعي يا عمري لا تخافي، تعي. خالة فاطمة خليكي معي. ايه انت كتير حنونة وانا كتير بحبك يا روح قلبي. انتي انا رح ضل كرمالك شوي، وانتي امتى ما بدك بتجي لعندي، لا تحملي هم شي ابدا. ايه ماشي. ايه طبعا بنتي، اكيد رح تضل. عم احكي مشان رفيف يعني. ألو، لقيتوها؟
طيب. الشرطة لقت زهرة ببساتين الوادي. روح على مشفى المدينة. زينب قولي لي كيف زهرة؟ ملك إن شاء الله رح تكون منيحة، طولي بالك. زينب شو اللي صار؟ هلأ الدكتورة بتطلع بتخبرنا. دكتورة هي إما لزهرة. للأسف بنت حضرتك حاولت تعمل كورتاج بمكان غير قانوني. كيف يعني؟ عطينا للبنت دواء بالغلط، كان ممكن تروح من بين إيديكم بسهولة. يا الله. طب كيف صارت هلأ؟ الله كتب لها عمر جديد، قدرنا ننقذها بآخر لحظة. أخيراً نامت. لما عرفت إنه لاقوا أختها ارتاحت، والله كنت خايفة عليها. يعني اللي عم تعمله أنت كمان ما بيدخل بالعقل رشيد أفندي؟ معقولة طفلة صغيرة بتنترك بالبيت لحالها هيك؟ ما بتخاف تحمل حالها وتطلع برات البيت تدور على أختها؟ مزبوط، البنت ما بتنترك لحالها، وأنا كمان لحالي. فاطمة، أنا طالب إيدك للزواج. كم مرة حذرتك منها؟ ما رديت علي وعملت اللي براسك. ما رديت علي. ليكا اجت ولعبت بعقل بنتها فورا، واتفقت هي والدكتورة كمان يعملوا لها كورتاج مشان تخلص من الولد. ملك ما دخل ستي، شفتي حالتها شلون؟ ما بتعرف شي بنوب؟ بكفي، استنوا لتصحى البنت وسألوها مين يلي أخدها. مسكينة هالزهرة والله، كلكن عم تتحكموا فيها. بدي افهم كيف بتطلع وما بتنتبهوا لها. ملك بترجاكي اهدي وحاش تبكي. زهرة هلأ منيحة، تجاوزت مرحلة الخطر، هلأ بتفيق وبتفوتي بتشوفيها فوراً. ألو، صحيت يعني؟ طيب يلا ملك قومي شوفيها. زهرة يا روح أمك أنتي، ليش هيك سويتي بحالك يا عمري؟ كيف بتروحي على هيك مكان لوحدك لعند عالم وحوش؟ فهميني ليش هيك عملتي؟ Masallarla dizlerinde uyut beni.